بالتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الأستاذ أحمد كامل، الكاتب والمحلل السياسي السوري. أهلا بكم أستاذ أحمد إلى استوديو الرافدين. يعني مع تسارع وتيرة القصف الصهيوني لمواقع تسيطر عليها إيران أو موجود فيها عسكريين إيرانيين في سوريا، تزايد هذه الحملات، حملات القصف خلال الفترة الأخيرة، كيف من الممكن قراءة المشهد في سوريا؟ طبعا هذا تحول استراتيجي ينذر بخلط كل الأوراق وإعادة الصراع إلى نقطة الصفر، نقطة البداية، بعدما ظن الجميع بأنه يقترب من نهايته. الموضوع جدي. إسرائيل كانت تقصف ميليشيا حزب الله المحتلة للأراضي السورية منذ 5 سنوات، وتقصف النظام وتقصف الإيرانيين، ولكن الموضوع تسارع كثيرا. يعني في البداية كانت تقصف هذه المجموعات مرة كل 6 أشهر، ثم مرة كل 2 شهر، ثم مرة كل شهر، الآن مرة كل أسبوع هناك ضربة، وضربة قوية، وتستهدف الإيرانيين مباشرة. كان الإيرانيون يصابون عن طريق حزب الله أو عرضا. ما الذي تغير في قواعد اللعبة حتى يقوم الكيان الصهيوني بضرب الميليشيات الإيرانية أو ضرب المصالح الإيرانية في سوريا بشكل مباشر؟ يعني هناك حالة من الهدوء الآن في المنطقة وفي المشهد السوري، ما الذي دفع إسرائيل إلى هذه التحركات البارحة؟ أمريكا وإسرائيل سمحوا لحزب الله ولإيران بدخول سوريا بهدف واحد ووحيد، هو القضاء على ثورة الشعب السوري ومنع الشعب السوري من أن يتحرر وتصبح سوريا دولة ديمقراطية، لأن هذا ضد مصلحة إسرائيل تماما، وبنفس الوقت هو ضد مصلحة إيران وروسيا والصين وكل الأنظمة العربية. فإذا سمح لإيران ولحزب الله بالدخول إلى سوريا فقط لقمع ثورة الشعب السوري وليس أكثر، وكلما كان يتجاوز حجم التسليح وعدد القوات الإيرانية أو التابعة لإيران مثل حزب الله كانوا يضربون لإفهامهم بأنهم تجاوزوا السقف. الآن إيران تريد أن تنسف السقف، تريد أن تحول سوريا إلى تابعة كليا للمشروع الإمبراطوري الإيراني، وهذا شيء لا يناسب إسرائيل أبدا، أن يكون هناك قوة ممتدة من حدود أفغانستان إلى المتوسط على حدود إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل. نعم أستاذ أحمد، يعني بالطبع إسرائيل لن تتحرك فيما يخص الشعب السوري ومصلحة الشعب السوري، ولكن النقطة هنا، ما الذي دفع إسرائيل إلى هذا التحرك؟ هل هناك ما تخشاه إسرائيل في هذه النقاط التي قامت بقصفها، أو من الممكن أن تشكل تهديد على إسرائيل؟ أعتقد أن التوقيت هذا له بعد سياسي أيضا. إسرائيل تريد أن تقدم خدمة لترامب، تريد أن يبرر. ترامب سوف يعلن يوم 12 أو حتى يوم قبل يوم 12 المقبل، قبل 12 يوم، إلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق مع إيران، وهذا سوف يترتب عليه 3 أمور: 1 نسف الاتفاق النووي، 2 نسف اتفاق الصواريخ، و3 نسف اتفاق ربما يكون غير مكتوب ولكنه واضح تماما أبرمه الرئيس السابق أوباما مع إيران بأن من حقها أن تسيطر على العراق وعلى سوريا وعلى لبنان وأطلق يدها في المنطقة. هذا الاتفاق سوف ينتهي، وأي مكان أسهل من سوريا لإفهام الإيرانيين بأن هذا الاتفاق قد انتهى، ولذلك نحن نتوقع تصعيد هذه الضربات إلى درجة عالية. حتى الآن الإيراني يعض على الجرح ويسكت لا يرد، حوالي 70 غارة على حزب الله وعلى النظام وعلى الإيرانيين حتى الآن وهو لا يرد، ولكن الأمر سوف يكون محرجا، كل مرة يصبح محرج أكثر وأكثر. يعني هل برأيك أنه من الممكن أن نشهد رد إيراني في الفترة المقبلة؟ يعني كرامة إيران ضاعت وهيبتها ضاعت، وأيضا كرامة حزب الله والنظام السوري طبعا كرامته ضايعة من زمان، لا أحد يسأل بها. ولكن إيران محرجة، محرجة، وهي صرحت تصريحات قوية بأننا سنرد ونفعل وكذا، ولكنها لا تفعل، ولكنها لا تفعل. البارحة قتل على الأقل 18 إيراني، ومن بينهم قيادات بالغة الأهمية وعناصر بالغة الأهمية، والمنطقة التي ضربت قريبة من سكن عائلتي، وقالوا لي بأنهم شعروا بزلزال، الضربة كانت قوية جدا
وأصابت ذخائر أسلحة مخبأة داخل جبل، فإذا هي ضربات لا يمكن لإيران أن لا ترد عليها. نحن بصراحة نتمنى أن ترد، ونحن أمام عدوان، العدو الإسرائيلي والعدو الإيراني، وأي صدام بينهما يسعدنا تماما. نعم، إن احتفظت إيران بحق الرد كما هو المعتاد في هذا في هذه التكوينة، يعني هل برأيك الكيان الصهيوني بعدما أغلق الأجواء مع النظام السوري، هل برأيك أن هذه الضربات لن تكون الأخيرة للمصالح الإيرانية أو الوجود الإيراني في سوريا؟ قطعا لن تكون الأخيرة قطعا، وخاصة في الأيام القليلة المقبلة قبل أن يعلن ترامب عن إلغاء الاتفاق النووي. هو بحاجة إلى تسخين، ونتنياهو مستعد تماما لهذا التسخين، لأنه أصلا هو ضد الاتفاق، وثانيا هو عنده مشاكل داخلية، وإذا طلبت منه هذا الطلب فهو يلبي بكل صدر رحب، يعني بدون تردد. ولذلك متوقع جدا أن تستمر الضربات للوجود الإيراني مباشرة وبطريقة غير مباشرة للنظام السوري ولميليشيا حزب الله. الأستاذ أحمد كامل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.